يلا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرف اخذنا مباراه اولى مع المنتخب الارجنتيني. تعرف كانت مباراه مع منتخب كبير من افضل المنتخبات في العالم، وان شاء الله اكيد هو استعدادنا للمباراه السعوديه استعداد جيد، وان شاء الله نكون نقدم فد مستوى طيب يليق باسمنا كلاعبين وكمنتخب عراقي، وان شاء الله اتمنى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هارد لك لمنتخبنا، هارد لك لشعبنا. اعتقد انه هو المباراه، انا قبل السفر قلت انه صراحه انه الغايه من البطوله يجب ان يكون هدفنا معروف، انه احنا لازم نعرف الغايه انه هو الاحتكاك مع هكذا منتخب مثل الارجنتين، منتخب ليس سهل، منتخب عالمي، منتخب ينافس على كاس العالم. كان الامور الفنيه هي الاحتكاك مع هكذا منتخبات. اعتقد انه منتخبنا امام السعوديه راح يظهر بشكل افضل، اللاعبين راح يادون بشكل افضل، توقعات انه اللاعبين راح يادون امام السعوديه بشكل بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد يعني انه جميع تساءل عن المباراه واللي صار مباراه الارجنتين. طبيعي جدا انه تلعب مع فريق كبير مثل فريق الارجنتين تحصل بعض الاخطاء خاصه من اللاعبين، انه ما مارسنا هكذا مباريات كبيره على مستوى عالي جدا. اعتقد انه التصحيح لازم يكون في مباراه السعوديه، عندنا وحدتين تدريبيه في سبيل انه نوصل الجاهزيه التامه، علينا انه نعالج الاخطاء اللي حصلت في 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 مباراه الارجنتين. اعتقد انه قدمنا مباراه جيده حسب نظري كمباراه دفاعيه، لكن حصلت بعض الاخطاء الفرديه اللي سببت في اهداف المباراه، لولا هذه الاخطاء الفرديه لما كانت هذه النتيجه بصراحه. لكن الان نبقى فريق شبابي، نبقى فريق طموح، ان شاء الله رب العالمين نقدر نصلح الاخطاء اللي حصلت بهذه المباراه في سبيل نظهر بصوره طيبه امام الفريق السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله جاهزين مباراة السعودية. المباراة اللي اخذناها امام الارجنتين كانت تجربة يعني مفيدة ان احنا كلاعبين، ويا رب ان شاء الله نحقق شيء امام السعودية نرضي به جماهير. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كنا نتمنى انه نكون افضل في المباراة. خسارة مع الارجنتين اعتقد وضع طبيعي، انه اليوم انت تلاقي الارجنتين من افضل منتخبات العالم كرويا، يعني ما اعتقد كان الارباك مسيطر على اللاعبين بعض الشيء، يمكن هناك اخطاء نعم علينا ان نصححها في هذه الايام القليله من التدريبات، وعلينا ان ننسى مباراه الارجنتين ونستفاد من اخطائنا حتى ما تحدث في مباراه السعوديه. اعتقد كانت الفائده فنيه جدا، لاعبيننا عرفوا انه كيف يحتكون على المستوى الاعلى في كره القدم في العالم، واعتقد هذه الفائده اللي جيناها من المباراه، وعلينا ان نصحح اخطائنا خلال الايام القادمه بالتدريبات من اليوم فصاعدا لانتظار مباراه السعوديه اللي نتمنى انه نقدم بها اداء افضل.